بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف بأن أجلس بين الزميل العزيز الأستاذ الكبير حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامي والأستاذ الكبير المحامي الصعيدي المشهور عضو المجلس الأستاذ محمد الكسار. احنا النهارده مجتمعين عشان تبقوا محامين، عشان تبقوا محامين. ليه؟ لانه حتى هذه اللحظه احنا مش محامين. اتوقف المحاماه على حلفي هنا. عشان كده بعض الزملاء واهليهم رغم ان هم يعني المفترض ان هم اهل القانون وقد يكونوا من المحامين، ساعات يعني يقول تعالى بس لو سمحت يعني ادينا الكرنيه وهيبقى هيبقى يحلف بعدين، ما اقدرش اديك كارنيه وانت ما حلفتش، لان الكارنيه بيسجل انك محامي ولا يجوز ان تكون محاميا قبل حلف اليمين. انا طبعا بنتكلم دايما كتير، واللي يحب من حضراتكم يتابع كلماتنا انا وزملائي يعني في جلسات حلف اليمين هيلاقينا اتكلمنا كتير. واحد التحديات التي تواجهنا اقول في كل مره، ما هو الواحد مهما يعني ابدع يعني مش هيقدر يعني لمدة مثلا 100 جلسة يطلع حاجة جديدة، انما انا حريص ان انا اطلع حاجة جديدة. عاوز اقول لكم ان اليمين اللي هنحلفه ده ممكن بعضنا ياخده على انه هو كليشيه. كليشيه. يردده وخلاص. اللي هيعمل كده ما هيبقاش محامي. ما هيبقاش محامي. هو عشان يبقى محامي او محامية لازم يحس باليمين ده. ولازم يحس بكل كلمة في هذا اليمين. حضراتكم هتحلفوا عن الشرف وعن الأمانة وعن الاستقلال وعن المحافظة على سر المهنة وتقاليدها واحترامها. هنقلكوا حاجة واحدة بس أدردش معاكم فيها. ما معنى إن احنا هنقسم على إن احنا بنمارس المحاماة بكذا وكذا والاستقلال. استقلال عن ايه؟ احنا بنعرف من السلطة القضائية ان الاستقلال مبدأ اساسي للقضاء وللقاضي. يعني ايه للقضاء وللقاضي؟ يعني السلطة القضائية برمتها مستقل والقاضي كفرد مستقل. منشأ هذه القاعدة الدستور. جميع الدساتير المصرية نصت على هذا. السبب ايه؟ السبب ان القاضي يقضي في حيوات ومصائر وحريات وحقوق الناس، ومن ثم يجب ان يكون مستقلا عن اي مؤثر يمكن ان يؤثر عليه اغراء او ارشاء او تهديدا او خشية او اخافة. علشان كده بيحفظ للقاضي هذا الاستقلال. طب احنا ايه الحكايه؟ طب ما احنا محامين اهو. هقول لكم معنى الاستقلال اللي احنا بنقسم عليه. كل واحد فينا دلوقتي رايح جاي براحته، عاوز يروح يقعد في الامريكان هيقعد، عاوز يركب مركب فلوكه في النيل يركب. انت مستقل وانا مستقل وانت مستقل، وانت حر ومستقل انك انت دخلت المحاماه ماشي، انما هل هذا هو المعنى؟ لا، المعنى انك انت بتشتغل في اطار. سمي الاطار ده حقل، سميه مناخ، سميه محيط، سميه ما شئت. هذا المحيط فيه ناس علموك اساتذتك، وبتحتاج من وقت لاخر انك انت ترجع لمرجع الدكتور فلان عشان تاخد منه. ها؟ إنما هل معنى هذا أن تسمح لهذا الأستاذ التي أنت منه في مقام التلمذة وهو منك في مقام الأستاذية أن يطلب إليك أمرا يحرف فيه قيامك بواجبك؟ يبقى هذه أو هذا معنى من معاني الاستقلال. أنا كان أبويا وعمي الله يرحمهم الاثنين دفعة 24 و25 بس القرن الماضي،
بيقفوا في محاكم قصاد بعض، يعني ده عن المدعي مثلا وده عن المتهم او العكس، هم اخوان انما هم مستقلين، لا يتاثر احدهما بان محامي الخصم اخوه. بينك وبين حد عداوه او حد كلمك وقال لك، وفي ناس لا مؤاخذه بتبيع موكليها، ولا يمكن ان يبيع موكليه الا اذا باع استقلاله. الذي يبيع موكله يبقى باع استقلاله وباع شرفه، الاثنين مع بعض، لانه الانسان اللي حاسس باستقلاله لا يسمح لاحد لا بان يتدخل في عمله ولا بان يملي عليه شيئا. عشان كده انا قلت في مقال كبير جدا من عدة سنوات، يمكن من 30-40 سنة، كان ناس تحب تصيط نفسها وتيجي في قضية يقول لك فلان رئيس هيئة الدفاع، وساعات الدنيا لنا اللقب ده، بس انا بقى استنيت لما ادهوني وكتبت المقال لا رئاسة لهيئة الدفاع في اي قضية، وكتبت ما رضيتش اكتبها لما نوه باحد غيري بانه رئيس هيئه الدفاع. ليه؟ تحت مظنه ان انا يعني مش عاجبني، انما لما قالوا عليا كده انا رفعت الحرج وكتبت لا رئاسه لهيئه الدفاع في اي قضيه. هتقولي لي الله، طب ما انت نقيب المحامين. اه بس مش في القضيه، مش في القضيه، أنا نقيب محامين لأكون في خدمة المحامين، الدفاع بالمحاماة، تهيئة الظروف المناسبة للمحامي والمحامية والمحاماة، إمدادهم بالخدمات اللازمة، تهيئة المكتبات، تهيئة التدريب، تهيئة التمرين إلى آخره. هذه وظائف نقابية، ولكني لست صاحب سلطة، ولا ينبغي ولا يجوز أن أملي على محام أن يتخذ خطا معينا في دفاعه. وعشان كده هيئة الدفاع أنا كنت ساعات ألاقي نفسي حواليا الدكتور محمد عبد الله محمد، والأستاذ النقيب أحمد الخواجة، والأستاذ الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، والأستاذ الدكتور علي الرجال، أسماء كبيرة جدا بعضهم من جيل أبويا. هل يمكن لأحد إن هو يقول لي خلي خطة الدفاع كذا؟ لا يجوز. وإذا أنا قابلت هذا يبقى أنا بعت استقلالي، هو يقيس بمقاييسه تبعا لمصلحة موكله، وأنا أقيس بمقاييسي تبع مصلحة موكلي وتبع رؤيتي وليست رؤية أحد آخر. هذه معنى الاستقلال، استقلال المهنة واستقلال المحامي. لا أحد سيد عليك فيما تكتبه وفيما تترافع به، أنت سيد نفسك وسيد دفاعك وسيد مذكرتك وسيد مرافعتك، لا سلطان عليك في ذلك كله لأحد أيا كانت منزلته أو مكانته. هذا هو القسم على الاستقلال. ليه؟ لأن المحاماة تريد أن تطمئن من كل محامية ومحام أنه أقسم على هذا الاستقلال وأنه أمين عليه محافظ عليه. طب هل يا ترى الاستقلال ده ينبع من فراغ؟ السؤال ده بقى يجر حديث ممكن أتكلم مع حضراتكم فيه اليوم بطول. لن تتحقق لك الاستقلالية إلا إذا كنت صاحب علم وصاحب فكر وصاحب ثقافة وصاحب عزم وصاحب موهبة، كل هذا يعطيك المكنة على أن تقف صامدا مستقلا تقول ما تقتنع به ولا تقول غيره. الحفاظ على هذا الاستقلال حفظه لنا قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة الوقت. أو إحنا بنروح في محكمة الجنايات أو محكمة الجنح وكلاء عن أصير المتهم، هل يستطيع المتهم أن يلزم المحامي بدفاع معين؟ هناك متهمون يصممون على الإنكار، وقد يرى المحامي أن الإنكار لا جدوى منه وأن الأفضل للموكل أن يتحدث في استعمال الرأفة،
لا يستطيع ولا يجوز للأصيل أن يلزم المحامي باتباع خطة بعينها. يبقى الاستقلال اللي احنا هنحلف عليه ده مبدأ كبير جدا جدا يشعرنا بقديه أنا وإنتي وكل واحد فينا قيمة وقامة عالية جدا، وهذه هي المحاماة. استأذنكم بقى في أن نحلف اليمين وقوفا، وأنا هقول الصيغة وترددوا من خلفي، وعاوز كل واحد مننا كده يبقى حاسس مش بكل كلمة، بكل حرف مما سوف يقسم به. أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني سرنا محامينا ومحاميات.